المسلمين. حكومة الفترة الانتقالية وضعت في أولى أولوياتها تحقيق السلام العادل الشامل، وحتى يتحقق هذا الأمر انطلقت مفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، اختيرت جوبا لتكون هي محطة التفاوض باعتبار العلاقات القديمة جدا التي تربطنا مع جنوب السودان والمعرفة الشخصية أيضا. عدد من الحركات انضمت في هذه المفاوضات، ونتحدث تحديدا عن الجبهة الثورية التي وقعت إعلان مبادئ سياسي مع الحكومة الانتقالية توطئة لتكملة بقية الاتفاقات حتى نصل فعلا إلى تحقيق السلام العادل الشامل ونحقق الشعار الكبير حنبنيه. الخرطوم اليوم تستقبل وفد الجبهة الثورية، ونحن في قناة الشروق وداخل الاستوديو نستقبل أيضا أحد شباب الجبهة الثورية القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي السيد عبد الماجد محمد عبد الله الشهير بطالبان. مرحبا بك، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في قناة الشروق. مرحبا بكم كلكم. والآن قبل ما نمشي أنا بحيي كل الشعب السوداني بالثورة المجيدة في ديسمبر، بحيي كل الشباب الذين وقفوا على مستوى الثورة، وبحيي قناة الشروق أيضا اللي استضافتنا. نعم مرحبا بك. ويعني في السابق واتفاقيات السلام السابقة يعني أبوجا ونيفاشا وكل هذه الاتفاقيات تعزز القادم في الحكومة الانتقالية، وزي ما قال أحمد جوبا جسر للسلام في يعني المفاوضات الآتية والعندها أجندة المبادئ والإعلان السياسي والحديث عن اتحاد كل الحركات المشكلة تحت لواء الجبهة الثورية. نبدأ في البداية نتكلم عن رؤيتكم كشباب شباب جبهة لهذه المساحة المهمة جدا من خلال السلام في هذه المرحلة. الجبهة الثورية هي مكون كبير جدا، مكون من كل الحركات الموجودة على مستوى السودان تقريبا، وله فعاليات كبيرة جدا. والجبهة السورية في إطار عملية السلام الآن هي تلعب دور كبير جدا، وله شباب بالداخل في السودان، وهذا الشباب لهم دور كبير وتأثير في عملية الثورة في ديسمبر، وساهموا مساهمة كبيرة جدا في عملية الثورة وحتى نجاة الثورة. والآن شباب الجبهة السورية هم في أتم الاستعداد بدفع عملية السلام في كل ربع السودان ان شاء الله. يعني كيف يعني رؤيتكم لتحقيق السلام الان؟ شنو هي اولى المطلوبات او اولويات المطلوبات لتحقيق السلام من قبل الحكومه الانتقاليه؟ وفي المقابل انتم برضو كشباب في الجبهه الثوريه، ما هو المطلوب منكم ايضا حتى يمضي السودان؟ اولا يعني كجبهه ثوريه او كشباب في الجبهه الثوريه بنشوف انه السلام تتحقق بمجموع من الحاجات. اولا الضمانات، الضمانات الكافي لتحقيق السلام. هو نحن الان لما نجي نتكلم عن السلام تختلف ما بين السلام في النظام بتاعت النظام البائد والان الحكومه بتاعت فرد التغاليه. الجبهه الثوريه هو جزء من الحكومه ذاته، ولكن في كفاح مسلح وجزء من الثوره المدة بتاع ديسمبر، ولكن كانت في الخارج. والان نحن لما نتكلم عن السلام او مفاوضات يعني شبه انه ليس بالمفاوضات بالمعنى اللي نتكلم عنه، ولكن توافق يعني وترتيبات. ونحن كشباب في الجبهه السورية اكثر حاجه نتكلم عن انه يا السلام تكون برؤيه جديده بفهم جديد حتى تحقق طموحات بتاعت الشعب السوداني جميعا، وبالاخص النازحين واللاجئين في دول المجحر الجوار، وهم الان طبعا مركزين مع الجبهه السوريه بالذات ومتابعين كل الخطوات، ولكن بيطالبوا بضمانات حقيقيه حتى لا تكون سلام هش. يعني الاستاذ يعني عبد الماجد طالبان القيادي للمجلس الانتقالي تحدث عن اذا فعلا في مطلوبات قامت من خلال الثوره المجيده، وحتى لو يتحقق جزء بسيط نتحدث عنه، والضمانات اللي انت بتتكلم عنها ذاتها هي شكلها شنو عشان كل الناس اللي بتتابعنا الان نقرب لهم الصوره عبر هذا البرنامج؟ الضمانات حتى لا تكون انه سلام
ليس بالسلام بالمعنى اللي نتكلم عنه. انه الضمانات انه اللاجئين الان في دول الجوار ترجع اماكنهم والنازحين ترجع لقراهم، بالاضافه لانه السودان تكون في اطار سودان جديد، والضمانات والضامن الاساسي اللي ممكن انه هو يحقق عمليه السلام هو الثقه في الطرفين، حتى لا يكون انه هناك عائق امام تنفيذ ما يتفق عليه في الفتره القادمه. هذا اولويات شباب الجبهه السوريه وقدم مطالب للوفد المفاوض في الجبهه السوريه، وطالبوا بانه الضمانات انه يكون حقيقيه، ما ضمانات فوبيه يعني. طيب نتكلم عن دارفور تحديدا، باعتبار دارفور واحده من المناطق في السودان اللي عانت من الحرب لفتره طويله جدا يعني، وعانى اهلها من الحرب، ونتج عن ذلك كثير من اللاجئين في دول المهجر ودول الجوار، وكثير ايضا من النازحين. بالتحديد النازحين وكل اهلنا في دارفور، شنو الدور الاجتماعي اللي ممكن يقوموا به شباب الجبهه الثوريه عشان يطيبوا بعض الخواطر يعني؟ لانه جزء الان من هذه الحرب هي اصبحت مشاكل اجتماعيه يعني، واصبحت مثلا حمل السلاح في كثير من المناطق اصبح ثقافه عاديه يعني، عشان الزول يحمي نفسه او كجزء من العز وغيره يعني. فشنو دوركم انتم ممكن يكون في السلم الاجتماعي والسلام الاجتماعي كشباب في الجبهه الثوريه، سواء في معسكرات النزوح او حتى في المدن والقرى والولايات؟ اول حاجه الجبهه السوريه هي جبهه عميقه على مستوى الدوله السودانيه، وهو موجود في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب واقصى في ولايات كثيره ولايات، ولكن في دارفور طبعا الـ 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 الاجراءات اللي بيقوموا بها شباب الجبهه السوريه الان هي التوعيه بالعمليه السلميه والغاء عمليه السلاح ارضا، وتضامن مع الثوره المجيده، وان كانت تطالب بحقوقها تقوم بالعمليه السلميه. يعني يعني لو لاحظنا يوم الفات انه كانت ما بدايه المفاوضات كانت المعسكرات بتاعت اللجوء والنازحين في دارفور طلعوا وايدوا العمليه بتاعت الجبهه السوريه في ما يختص بالمفاوضات. نعم. وهم الان سلميين اكثر من انه يكون انه في عمليه بتاعت السلاح في الفتره القادمه فاتت. نعم. الان الشباب قايمين بعمليه التوعيه، بالذات حتى المعسكرات الموجوده في الداخل في السودان. نعم. بيوعوا المواطنين داخل المعسكرات، وبيوعوا المواطنين ايضا في عمليه النسيج الاجتماعي ما بين القبائل حتى لا تحصل احتكاكات. نعلم تماما انه النظام البعيد كانت تعمل في عمليه التفكيك. صحيح. وحتى اذا كانت انه تم السلام بين جزء من الحركات الفاتت بيحاول بيعرقل عشان شنو؟ انه الناس ما تستقر في المناطق وتحاول تنزل حتى عشان النظام تستقر في عمليه الحكم. ولكن الان الجبهه السوريه نزعت هذا الفتيل، والان كل الناس في ارض الواقع فاهمين القضيه، والقضيه اصبحت ما قضيه بتاعت سلاح، وانما هي قضيه بناء، قضيه بتاعت بناء. نعم. يمكن على ظل هذا الحديث انا بفتكر انه ملف دارفور هو ملف كبير جدا، لكن بيظل محور السلام والقاء السلاح هو من اهم المحاور في الفتره القادمه. فالنزوح برضو اذا وقفنا فيه بنلقى فيه تاثير كبير على الاطفال وعلى المرأة في دارفور، وحتى إذا هم نزحوا هنا في الخرطوم أو غير الخرطوم بنلقى إنه حتى هم ما مستقرين لا ماديا لا أسريا، وفي كثير من الظلم واقع على إنسان دارفور. خلينا نتكلم في الضمانات أو التأمين اللي ممكن يقدم في الفترة الجاية لإنسان دارفور من خلال المرأة، من خلال الأطفال، من خلال ملفات التعليم والصحة والحاجات اللي بيحتاج لها المواطن السوداني في دارفور. هو طبعا واحد من الحاجات اللي وقعت عليها الجبهه السوريه في الفتره اللي فاتت في اعلان بتاع المبادئ السياسيه، الجند المهم انه هو ادخال العمليه بتاعت المسارات الانسانيه. نعلم جيد انه السودان الان لا 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 يستطيع ان يعني يقوم بعمليه بتاعت ايواء كل اللهجات اللي فاتت ده بطريقه كليه، لانه السودان لحد الان محاصر في عمليه اقتصاديه، ولكن
اتفقت الجبهة السورية مع الحكومة الانتقالية بفتح المسارات الإنسانية. هذا المسارات الإنسانية تكمن في واحد من الحاجات اللي أنت ذكرته، إنه تقوم برعاية بتاعت النادي المشردين، تقوم بدعم بتاعت المعسكرات بالأغذية، تقوم بحاجات كثير جدا. وطبعا اتفقوا على إنه يكون في لجنة مشتركة بين الحكومة والجبهة السورية في عملية فتح مسارات إنسانية دولية، منظمات اللي كانت ترتهم النظام البعيد. شهدنا وصول منظمة الصحة يمكن لكاودة يعني. أيوة، دليل على ذلك إنه مدير عام بتاعت المنظمة الصحة العالمية في كاودة. وده يدل على إنه في حسنية بين الطرفين في عملية الاتفاق. طيب الجبهة الثورية زي ما أنت ذكرت موجودة في عدد من المدن والأقاليم أو الاتجاهات السودانية. خلينا ننتقل من دارفور للشرق، باعتبار أنه شرق السودان أيضا في الفترة الفاتت كان في يعني حبة مشاكل كده، خلينا نقول اجتماعية، والجميع كانوا بينادوا بالسلم الاجتماعي وضرورة أن تتعايش كل القبائل الموجودة في ولايات الشرق بسلام وبإلفة يعني. أيضا نتحدث عن دور الجبهة الثورية في شرق السودان في السلم الاجتماعي، كيف بشرتوا به وما هي خطتكم القادمة، والشباب الآن بيعملوا في شنو يعني في شباب الجبهة الثورية في شرق السودان؟ شرق السودان طبعا هو واحد جزء أساسي من أو هو له دور كبير في عملية بتاعت الجبهة السورية، والآن في جبهة الشرق هو واحد من مكونات الجبهة السورية أو مطور بيجع تقريبا. وإنه المشاكل اللي الدور فات حصل في السودان ربما يكون إنه افتعلت من تلك حاجات استخدم النظام البعيد لتفتيت النسيج الاجتماعي، بالذات بين الأحنا النوبة وهذا الجبهة السورية اللي بدور كبير جدا في عملية التطوعي، وبالإضافة للقوات الأمنية وبالتحديد دام السريع وحسمت هذا الأمر. ولكن إنه الشرك هي أساسي في عملية مسارات المتفق عليه في جوبا، وبيندوي تحت الجبهة السورية، والشرك الآن له شباب نشيطين داخل المركزية بتاعت الجبهة السورية على مستوى المفاوضات، والآن له شباب في أرض الواقع، وبالتنسيق معهم كل الفعاليات اللي نقوم على مستوى السودان. والجبهة السورية يعني بنطاق واسي جدا حتى في الشمال أيضا، ولو لاحظنا المفاوضات كان خاطب القضايا الجبهة السورية كان خاطب القضايا بتاعت السودان عامة، ونظرت أيضا نظرة خاصة لدارفور بصفة إنه في مشاكل كان حاصل يعني. نعم، يعني برضو إحنا بنتمنى إنه فعلا يكون في يعني تماسك في شرق السودان من خلال التوحد في الكلمة والرؤى والأحلام والأهداف، وكل الأطراف المنطوية تحت هذا الكيان الكبير أو المكون الكبير الجبهة الثورية المعروف إن هي بتضم عدد من الحركات، والجميل فيها إن هي قدرت توحد كلمتها وقدرت تتعاضد مع بعضها. إحنا في فترة مقبلة مهمة جدا يعني عشان يكون كفاحنا متواصل من خلال الجبهة الثورية وشباب الجبهة الثورية، في رسائل مهمة الآن على قناة الشروق على هذا الصباح ممكن إحنا نقدمها لكل الأطراف وكل الكيانات المنضوية تحت الجبهة الثورية أو شباب الجبهة الثورية. أنا إحنا نقول إنه كشباب الجبهة الثورية إنه نطالب بالسلام، لأنه نحن من المكونات اللي أو كشباب داخل بالداخل إنه ساهمنا في عملية بتاعت الثورة، وشباب بتاعت الجبهة السورية هم من اللي قيروا مع أخواننا في إعلان حرية التغيير النظام البعيد، كنا شركاء في إعلان حرية التغيير. من خلال هذا النهج نطالب بعملية السلام العاجل، لأنه السودان الآن الشامل والعادل. الشامل والعادل ليه؟ لأن السودان الآن ما بيحتاج إنه تاني يكون فيها حرب لأي سبب من الأسباب، لأنه لا يحتمل سواء كان نحن زمان في السابق إنه نحارب من أجل العدالة الاجتماعية في السودان، وهو المسبب المؤتمر الوطني، والآن النظام البايت مشت. إذن نحن إذا قلنا الآن تاني نرفع سلاح كجبهة السورية أو ندافع إنه يقف السلاح يكون في الأرض، لماذا؟
ما في أي سبب إنه تاني بخلينا نحن كشعوب سوريا نطالب إنه يكون في حرب، بل إنه طالب يكون في عملية السلام. في هذا الثانية نحن نوصل رسائلنا للجهة السورية في المفاوضات القادمة إنه يمضي في عملية السلام الحقيقي العادل، وأيضا رفاقنا في حركات المصلى عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، نتمنى إنه برضه هم يمضوا تحت عملية السلام إن شاء الله. مؤكد شباب الجبهة الثورية أيضا ينضمون لحملات حلبنيه، يعني برضو عندهم دور في البناء المجتمعي في مع بقية شباب السودان في كل المدن والقرى والحلال والولايات. واليوم في انتظار وصول وفد الجبهة الثورية إلى الخرطوم. شكرا جزيلا السيد عبد الماجد محمد عبد الله، عضو شباب الجبهة الثورية والقيادي بحركة تحرير السودان مجلس الانتقالي، كتر خيرك. شكرا لكم كثير.